ايضا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، اليوم لنا موعد مع رياضة اخرى وهي كرة السلة. اليوم في ذهاب ربع نهائي من البطولة الوطنية هنا بالضبط بالمركز الرياضي المعمورة لمباراة للتجمع بين فريق الجيش الملكي ضد فريق المغرب الفاسي. اذا لتشكيلة فريق الجيش الملكي لدينا حمزة فولاني رقم 4، رقم 5 مصطفى الخلفي، رقم 6 بالمهين سفيان، رقم 7 ماجيك دورسي، رقم 8 بن شليحة جياد، رقم 9 مساوي أشرف، رقم 10 الوراق عثمان غني عن التعريف، رقم 11 حيلة ياسين، رقم 12 مراد عوان، رقم 13 عشاق هشام، 14 ويليام جرين، ورقم 15 إدريس يونس. أما بالنسبة لفريق المغرب الفاسي لدينا رقم 4 رضا حراس، رقم 5 أسامة حجيرة، رقم 6 عتيق يونس، رقم 8 إسماعيل عبيد، رقم 7 أمار مصغوني، رقم 9 هشام بن مالك، رقم 10 غيمي ويليامس، رقم 11 أمادو موت، رقم 12 ويغري باسم، رقم 13 وادي محمد، رقم 14 عمر الغناني، رقم 15 بوكتيك. إذن اللقاء مشاهدينا ومتابعينا على أشد من النار اليوم مع هذه الانطلاقة القوية لفريق الجيش الملكي، متفوق دائما بنقطتين مقابل صفر دائما على النقل الحصري والمباشر والمنفرد على قناة اسفار ويب تي في الإلكترونية. إذن مدرب فريق الجيش الملكي غني التريف لابيب العمراني مع مساعده العروسي محمد، أما بالنسبة للرجل السنغالي مدرب المغرب الفاسي اي كي اوكسي مع مساعده تيوب تيوفيل. رمية ثلاثية رائعة من اللاعب الكبير هو مصطفى الخلفي يضاعف النتيجة لخمسة صفر. حكم المقابلة لدينا زياد محمد ورضوان خريف من عصبة رباط سلة قنيطرة، أما تمديدي عبد السلام الوحيد من عصبة الشمال، وأيضا مندوب المقابلة الحنفي عبد النبي. ايضا الحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق المغرب الفاسي، تعود لرقم 13 عشاق هشام يبحث عن احد الحلول، يذهب يخترق لكن لم تسلم، ترجع الى اللاعب رقم 4 ايضا حراس سريعة الى تعود لحمزة فولاني. ما زالت الكرة للمغرب الفاسي، رقم 9 يبحث عن احد الحلول، هشام بن مالك يخرج لوادي محمد، الوادي ترجع لأسامة حجيرة، طريقة جميلة تلعب ما فوق الكرة لكن لم يحسن استغلالها اللاعب رقم 11 الأمريكي أمادو موت، تعود هجمة مرتدة لماجيك دورسي اللاعب الساحر، رقم 15 إدريس يونس يحاول اختراق، تعود من الموهوب بن شليحة جياد، بن شليحة مازال يحتفظ بالكرة، بن شليحة على رقم 4، تعود لماجيك دورسي يبحثنا الثلاثية لحمزة فولاني لكن تنتهي ال 24 ثانية وتعود لفريق المغرب الفاسي. لقاء قوي، لقاء شيق، نضرب لكم موعد مع الاستمتاع والابداع مع هذا الذهاب ربع نهائي من البطولة الوطنية هنا بالمركز الرياضي. فريق الجيش الملكي لحد الساعة متفوق بخمس نقاط مقابل صفر، تعود لدينامو الفريق رقم 10 جيمي ويليامز يبحث عن احد الحلول، رقم 13 هو وادي محمد، وادي يرسل ثلاثية جميلة لكن لم تسلم وتعود من دفاعاته. ماذا يقول الحكم؟ رضوان ضريف يقول رمية ثنائية على ما أظن ستكون من تنفيذ حمزة فولاني. الأولى صحيحة وتدخل وتعانق السلة،
سننتظر الثانية. الكول يركز بطريقة خيالية نعم من أجل الاستمتاع. يرسلها بنجاح حمزة فولانيا اللاعب الكبير طويل القامة نعم موهبات عالية لهذا اللاعب الجيد للوادي لرقم 9 هشام بن مالك من فارق لرقم 5 أسامة حشيرة. أسامة لاعب المنتخب الوطني تعود لرقم 10 جيمي ويليامز يخترق وجيمي ويليامز يدخل تحت شبكة يريد إرسالها جميلة لكن لم تسلم مرة أخرى في حمزة فولانيا يسترجعها بسهولة بن شليحة جيد هي الثانية وثابتة يا ولدي ثابتة برافو برافو جيد الغاية بن شليحة. إذن 9 نقاط مقابل 0 بداية موفقة لفريق الجيش الملكي. هات هات فنونك هات يا الزعيم الآن ينشد كرات جميلة وطريقة خيالية. بن مالك يبحث عن أحد الحلول أسامة حجيرة حجيرة يدخل يخترق لكن أيضا مرة أخرى دائما في قطاع الكرات حمزة فولاني ماجيك دورسي ماجيك يبدع يا سلام أوه لإدريس يونس بخبرة كبيرة يرسل الكرة في شباك تلاحظون التمريرة مصطفى الخلفي ياهين على طريقة الإبداع يبدع تمريرات ساحرة جميلة إلى الإدريس يونس ودائما يحسن في إرسال الكرة إلى السلة. إذن وقت مستقطع الآن 11 نقطة لصالح الجيش الملكي مغرب الفاسي لا شيء. إذن الزعيم يدخل بقوة سننتظر بعد انقطاع أو انتهاء الثلاثون الثانية المتبقية. إذن مشاهدينا الكرام نعود سننتظر ماذا قال إيك أوغونسي للاعبي المغرب الفاسي لكي يعودوا في المقابلة. يذهب رقم 13 أو 12 عفوا قوي بدنيا لكن دائما في استرجاع الكرات حمزة فولاني يؤدي الأمور. رقم 8 بن شليحة جيد بن شليحة خطأ ضد بن شليحة جيد يعلن عنه الحكم زياد محمد إيك أوغونسي المدرب السنغالي مدرب المغرب الفاسي رقم 15 بوكتير الرجل الأمريكي أسامة حجيرة لرقم 10 جيمي ويليامز. جيمي ويليامز يرسل ثلاثية هل ستكون لكن لم تعانق مرة أخرى السلة تعود سريعة لمن لرقم 8 بن شليحة. بن شليحة إلى رجل الخبرة والتجربة أوه يا ماجيك دورسي. إذن على مرتين بن شليحة جيد أو بن شليحة عفوا يرسل الكرة إلى الشباك. إذن 13 مقابل 0 أهين على بداية أهين على بداية هي قمة هي روعة. المغرب الفاسي ما زال تائه وسط الصالة يبحث عن أحد الحلول يصطادها اللاعب رقم 15 بوكتين. ماذا يقول الحكم حكم المقابلة نعم غني عن التعريف من غصبة أو من عصبة الرباط صالح قنيطرة صاحب خبرة كبيرة وتجربة رائعة. زياد محمد خطأ لفريق المغرب الفاسي أسامة حجيرة لمن لبوكتير حجيرة مرة أخرى هل بن مالك حمزة فولياني يسترجع كرات جميلة جدا قوي بدنيا. ماذا يقول الحكم؟ خطأ أيضا خطأ لصالح فريق الجيش الملكي ارتكب ضد الرجل الذي بدأ بداية قوية اليوم استرجع كرة كبيرة كان في الموعد حمزة فولاني الرجل طويل القامة رقم 4
تعود لي مصطفى الخلفي يغير من جهة بن شليحة جهة، تعود مرة أخرى لإدريسي. إدريسي يستأنف بعد تغيير في صفوف المغرب الفاسي. بوغتيغ يدخل، ماذا يفعل هذا الرجل القصير؟ هذا الرجل المكير يبحث عن احد الحلول لمن يرسل، يرسل رقم 4 يدخل بقوه. ماذا يقول الحكم لصالح المغرب الفاسي؟ رضا حراس صاحب اللقطه الاخيره اراد ان يدخل بقوه في اتجاه الشبكه، لكن الحكم يقول ضربه خطا. بن مالك هشام لرقم 12، بن مالك رقم 4 رضا حراس. رضا يرسل ثلاثيه، هل تاتي هي الاولى في شباك؟ لكن بعيده مع تصفيق وتشجيع الجماهير. جماهير الزعيم اليوميه حاضره بقوه من اجل تشجيع فريقها. لطالما ارتضرنا او انتظرنا نعم التاهل الى نصف النهائي. ماجيك دورسي بن شليخه، ماجيك لصاحب الخبره مصطفى الخلفي، ماجيك الرجل الامريكي الساحر. ماذا يفعل؟ لم يسلم هذه المره، تعود للاعبي المغرب الفاسي رقم 15 هذا اللاعب النشيط، تعود بن عبد الملك رمية ثنائيه. لكن ماذا يقول الحكم؟ خطا على ما اظن، لمست بالارجل وتحسب لفريق المغرب الفاسي. كما تلاحظون إلى حد الساعة مرت 6 دقائق و40 ثانية من الربع الأول. فريق الجيش الملكي يقدم مستويات كبيرة، متفوق ب 13 نقطة مقابل 0. نعم ماجيك دورس هو السحر بعينه، يرسل تمريرات حاسمة للاعبيه وأصدقائه. تعود هذا النشيط بوغتين، هل هي الأولى؟ لكن لم تعود. في كل مكان حمزة فولياني، يا نار يا فولياني، بشوية يا بن شليخة، بشوية بشوية بشوية، دخلت ولا لا؟ ما دخلت يا سادة، ما دخلت يا جمهور الكريم. تعود البوغتيغ، رضا حراس بقوة يدخل، هي الأولى لا تريد، هي لا تريد المغرب الفاسي، هي لا تريد من كل الجهات من كل الأماكن لن تدخل. ثنائية في تنفيذ اللاعب رقم 12 وغري باسم هو قائد الفريق المغرب الفاسي. تبارك الله عليه، يا قبدانية كبيرة ما دخلت الأولى، ما دخلت حتى الثانية، ما دخلش يا وغري. نتمنى ما تدخلش، نتمنى نخرج الكواتر الأول بصفر نقطة يا مغرب الفاسي. دخلت وأخطأ كلامي. الآن بدأت الصيحات لجمهور المغرب الفاسي، يريدون العودة الآن. تعود مصطفى الخلفي يركز يهدئ، يبني الهجمة مرة أخرى. رجل السحر ماجيك دورسي بن شليخة، ماذا يفعل؟ يريد الاختراق. تعود مرة أخرى لضابط الإيقاع، وهو لإدريسي. لإدريسي رمية ثنائية لكن لم تنجح. مرة أخرى يهدئ الأمور أمادوموت صاحب هذه الكرة. نعم هو نشيط بوغتي، يرسل ثلاثية، لم تدخل. الحمد لله نقطة واحدة، قولوا مش مشكل، قولوا ما فيهاش مشكل. بن شليخة جياد، يا عيني يا بن شليخة. حمزة فولياني يقدم الثماني اليوم، مستوى يطراق لإدريسي. بطريقة الدوران إدريسي يونس. نعم على فكرة إدريسي يونس، نعم هو درس بجامعة أمريكية هناك، يعرف كيف يسير الإيقاع، أتعلم كرة السلة هناك على طريقة NBA. بوغتيغ أو بوغتيغ لرقم 4 طويل القامة، الرجل يريد الاختراق، يخترق هذه المرة صحيحة تصفيق الحضور. نعم رضا حراس جيد للغاية. بن شليخة جيد، ضابط الإيقاع، دينامو المايسترو مصطفى الخلفي لرجل السحر، رجل الماجيك. إنهم الملوك اليوم يفعلون ما يريدون،
لإدريسي بن شليخة يا على تمريرات جميلة، رمية ثلاثية جيبها يا خلفي، أوه أوه الرجل الكبير المايسترو طابي طليقة يرسل رمية ثلاثية من بعيد. نعم إنه مصطفى الخلفي عودنا على مثل هذه الأشياء، عودنا على مثل هذه الإبداع والاستمتاع. نعم الرجل الكبير رجل المنتخب المغربي، نعم دائما يحفل به جمهور الزعيم عندما يكون مصطفى الخلفي حاضر. نعم لا تنزعجوا، هي مباراة القمة، مباراة كلاسيكية أمام المغرب الفاسي. إذن نعود خطأ لفريق المغرب الفاسي. بالمالك يا ولدي استعمل ليش تبحك، بالمالك يريد الاختراق لرقم أربعة رضا حراس، لرقم 15 قصير يجيبها ثلاثية. نعم يرد الساعة ساعين لك يا الخلفي تعود. اشتعلت اللقاء الآن، اشتعلت المباراة، رأينا الآن الامتاع والاستمتاع، الكل حاضر. ماجيك دورسي مصطفى الخلفي بن شليخة يرسل ثلاثية، ما تجيبهاش يا عيني، ما حبيناهاش المرة الثانية، نجيبوها في الثالثة، تعود مرة أخرى بوغتيغ. أوهو نقطة ثانية وهي النقطة الثامنة لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي 18 نقطة. بن شليخة على بعد ثلاث ثواني معدودة من نهاية الربع الأول. ماجيك ماجيك هو السحر بعينه، يرسل ثلاثية. أوه يا ماجيك والله الإبداع، ماذا يفعل ماجيك، ماذا يفعل الخليفي. 21 نقطة للجيش الملكي، 8 نقاط الفغرم الفاسي، ما تجيبهاش يا عيني، تعود مرة أخرى ثنائية وتدخل السلة. ثلاث ثواني من بعيد، من بعيد يا بن شليخة، من بعيد جيبها يا من بعيد. أوه إذن مشاهدينا متتبعينا الكرام على قناتكم العسكرية أيسفار ويب تي في الإلكترونية، انتهى الربع الأول بتفوق الزعيم ب 21 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح فريق المغرب الفاسي. إذن مشاهدينا الكرام يستأنف اللقاء مرة أخرى لصالح فريق المغرب الفاسي، يبدأ ضغط قوي. بوغتيغ يدخل هذا القصير المكير ويرسل ثنائية. إذن نقطتين. ماجيك دورسي رقم سبعة يهدئ الأمور، يخرج خلفي، جميع تمريراته جميلة. بن شليخة ثلاثية رائعة في بداية الربع الثاني، برافو 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 يا بن شليخة. 24 نقطة مقابل 12. رقم 6 عاطيق يونس
اذا يستأنف اللاعب من جديد هنا مرة اخرى لصالح فريق المغرب الفاسي. بوغتينغ رقم 15 يهدئ الامور، يبحث عن احد الحلول. بوغتينغ يرى مريرة او تف مريرة رائعة، يدخل رال وقوي بدنيا. رقم 12 تحت تصفيق الحضور، نعم اللاعب واغري باسيم القائد. خلفي لمن؟ لبرشليخة. توليتيو مجيتش، ترجع للاعب الشهير عثمان الوراق، اللاعب رقم 10 لإدريسي صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة. لإدريسي كالعادة، لإدريسي دائما نقاطه عالية، تمريراته حاسمة وجميلة. اللاعب رقم 15 إدريسي يونس. رضا حسام يا ولدي يا رضا، على طريقة الانبئة يضغط على الشبكة، ونقطتين لفريق المغرب الفاسي. عثمان الوراق، خلفي بن شليخة، خلفي مرة أخرى لبن شليخة، تعود المغرب الفاسي. رقم 4 ريدا حراس، ريدا تعود مرة أخرى. والحكم رضوان ضريف يقول رميتين حرتين لصالح المغرب الفاسي كالعادة من التنفيذ. الآن أمادو موت اللاعب الأمريكي صاحب الجنسية الأمريكية السنغالية، الآن سيرسل الثنائية رقم 11 طويل القامة. سننتظر هل ستكون في السلة الأولى خاطئة. يركز أمادو موت، لا نريد أن تدخل الثانية، نتمنى خاطئة يا أمادو، لكن يخطئ كلامي ويقول ها هي في الشباك وها هي في السلة يا سعد. بن شليخة، حمزة فولاني، خلفي لعثمان الوراق، يدخل بن شليخة وبن شليخة عفوا يا طريق. ماذا يقول الحكم تيم ديتي عبد السلام؟ رميتين حرتين. اوه الاولى خاطئة يا عبد السلام، او عفوا الاولى خاطئة يا بن شليخة. يا جهاد اجتهد في الثانية وجيبها، جيبها يا بن شليخة. اوه لا تريد. رقم 6 ينطلق بقوة، عتيق يوسف، عتيق لا تدخل، يأتي من بعيد اللاعب رقم 14 ويليام جرين. بوغتير في رقم 4 ريدا حراس مازال يحتفظ. الحكم يقول الكرة لصالح فريق الجيش الملكي، ما زال متفوق ب 26 نقطة مقابل 17 نقطة لصالح المغرب الفاسي. خلفي لعثمان الوراق، ثلاثية رائعة، يتفاعل مع الجماهير اللاعب رقم 10 عثمان الوراق. ثلاثية ولا أروع ولا أحلى يا الوراق، وتصبح النتيجة 29. يريد أرد الصاعة لكن لم ينجح بوغتينغ. يرسلها رقم 10 جيمي ويليامز. ثلاثية من جديد
حمزة فلاني يا عيني يا فلاني يا عيني. ما نتسرعوش يا فلاني ما نزربوش. بوغتيغ رياضة حراس. رياضة حراس نقطة مع رمية حرة. رياضة حراس يرسل لكن خاطئة يسترجعها حمزة فلاني. ينطلق تعود لدينامو الفريق ضابط طليقة خلفي مصطفى خلفي يراوغ يعطيها لرقم 14 مرة أخرى خلفي رمية ثلاثية لكن لم تأتي هذه المرة لم تكن صحيحة يسترجعها عثمان الوراق. بن شليخة الحكم يقول ليس هناك شيء. يراوغ بوغتيغ بطريقه جميله مره اخرى تعود لرقم 10 جيمي ويليامز يرسل ثلاثيه لكن لم ينجح. ينطلق عثمان الوراق لم تصل الخلفي. رقم 8 بن شليخة جيد عثمان الوراق. عثمان للاعب رقم 14 لم يأتي بها في الشباك وتضيع. ويليام جرين يسترجعها يا حمزة فلاني يا ولدي كمان طرائع. بن شليخة ونقطتين زائد رمية حرة 31 نقطة لصالح الزعيم لصالح الملوك. اليوم إنهم الملوك ملوك كرة السلة يتفوقون على المغرب الفاسي. بن شليخة هذه المرة نجح فيها برافو يا بن شليخة. 32 مقابل 22 مع فرق 10 نقاط بين الجيش والجمعية أو المغرب الفاسي. رقم 8 يبحث عن الثلاثية لم ينجح فيها بعيدة كل البعد. إسماعيل عبيد دخل الآن ماجيك دورسي اللاعب رقم 7 حمزة فلاني. إذن خطأ لصالح فريق المغرب الفاسي. بوغتيغ لاعب رياضة حراس. رياضة حراس ونقطتين لصالح المغرب الفاسي زائد رمية حرة مباشرة. ووقت مستقطع. إذن النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا على قناتكم اسفار ويب تي في الإلكترونية هي لصالح فريق الزعيم 32 نقطة مقابل 24 نقطة لصالح فريق المغرب الفاسي. Thank you.
رمية حرة الآن من تنفية رقم 4 رياضة حراس، رياضة ينجح، ونقطة أخرى لصالح فريق المغرب الفاسي. بن شليخة مع جيك دارس، مع جيك دارس يرسل الثلاثية، ها يا مع جيك، نعم مع جيك، إنه الكبير كبير كرة السلف الزعيم، ماذا يفعل؟ ثلاثية رائعة. نعود للمغرب الفاسي، جيمي ويليامز يبحث عن احد الحلول كالعاده، رضا حراس في كل مكان، بوغتير لرقم 10، ثلاثيه جميله، نعم جميله 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 من جيمي ويليامز، رائعه يا ولدي، رائعه يا جيمي. بن شليخه الان، عثمان الوراق رقم 10 للادريسي، يونس، يونس يخترق بقوة، الوحش، إنه الوحش العسكري يخترق الكل. تعود بوغتير، رياضة حراس يبحث عن الثلاثية مرة أخرى، ليس كل مرة تسلم الجرة يا مارك، يا جيمي ويليامز، رياضة حراس قوي بدنيا، رياضة بوغتير لويليامز، صراع قوي تحت السلة، عندنا الآن وقت مستقطع في هذه الأثناء. تعود لرقم 10 جيمي ويليامز، جيمي جيمي الرجل الامريكي يراوغ، جيمي يبحث عن الثلاثيه، يا جيمي لم تنجح، اوه رضا حرس قوي بدنيا، انا ينجح في جعل الفارق 7 نقاط الان. ادريسي لمالي، الادريسي للخلفي، اوه سوء تفاهم بين اللاعب الخلفي وويليام جرين، لم ينجح في هذه الكوره وهذه اللقطه، وتعود المغرب الفاسلين كالعاده، الرجل القصير المكير دائما في بدايه او بدايه كل الكرات، نعم هو الدينامو، هو المحرك، هو ضابط الايقاع. تعود لصاحب الثلاثيات الخطيره جيمي ويليامز رقم 8، اسماعيل عبيد ترجع لجيمي ويليامز،
نوها بوغتي مد يفعل هذا اللاعب الكبير ونقطة لفريق المغرب الفاسي ماجيك يقلصون الفارق إلى 5 نقاط جميل الإدريسي يا الإدريسي يضرب بقوة حتى السلة قلت يا الإدريسي بشوية بشوية الإدريسي بشوية وتعود نقطة للمغرب الفاسي لقطة كبيرة من الإدريسي حتى الشبكة أو حتى السلة انزعجت منك الإدريسي بقوتك بطريقة رائعة لكن لم تنجح لقطة فنية من الإدريسي يقدم مستويات جيدة لمسات سحرية ماجيك دور سيرسلة الثلاثية لكن لم تنجح رضا حراس هذا اللاعب الخطير رمية حرة من تنفيذ رضا حراس خطأ وما أروع أخطائك يا رضا حراس هكذا نتمناها أن تكون هكذا وكثيرا ننتظر الثانية ألا تكون ثابتة يا ولدي يخطئ كلامي وينشد الأغاني وهي رمية جميلة جدا ويقلص الفارق إلى 4 نقاط مع الزعيم رقم 11 وحيلة ياسين دخل الآن خلفي يدخل الإدريسي بقوته يدخل أيضا ويرسل نقطتين أيضا على بعد ثواني معدودة من نهاية الشطر الثاني بوغتيغ يبحث عن أحد الحلول بوغتيغ لرقم 8 تعود لريد حرس هو دينامو الكبير طويل القامة يبحث عن الثنائية لكن لم تنجح ما زالت الفاسين بوغتيغ لرقم 4 رضا حراس ويقول رميتين حرتين لصالح فريق المغرب الفاسي يعلن عن الحكم زياد محمد يرسل الأولى مرة أخرى خاطئة يا رضا حراس لا نريد تقليل الفارق الآن في هذه اللحظات الأخيرة تدخل بصعوبة وبقوة أيضا 36 نقطة للمغرب الفاسي 41 للزعيم الفارق 5 نقاط على بعد ثواني معدودة عثمان الوريق لرجل السحر ماجيك دورسي اسم على مسمى انه ماجيك يخطئ بوغتيغ وقت مستقطع يطالب به مدرب الزعيم لبيب العمراني في هذه الثواني الأخيرة نعم 16 ثانية على بعد نهاية الشطر الثاني
تستأنف من جديد اللاعب رقم 10 ثم ل 15 بوغتيغ الرجل القصير رقم 10 يريد الاختراق يخترق بقوة ويرسل إلى نقطتين إذن وامر بعيد ويقلص الفارق إلى 3 نقاط فريق المغرب الفاسي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد فاصل قصير ونعود لكم من أجل استكمال هذا اللقاء الكبير.